حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة نتابع في نصيحة جديدة من نصائح حفظ القرآن الكريم من دون معلم وبطريقة التدبر والاستماع. الحقيقة توقفنا في اللقاء السابق عند تدبر وحفظ سورة الملك وقلنا إن أقوى وسيلة لعدم النسيان هو التدبر. لماذا معظم من يحفظون القرآن يعانون من مشكله النسيان؟ لانه وضع في دماغه مسبقا قبل ان يحفظ القرآن وضع هدفا وهو الحفظ فقط. وبالتالي عندما تحقق هذا الحفظ لا يوجد شيء اخر يعمله فنسي القرآن. هذه مشكله. القرآن اشد تفلتا ايها الاحبه يتفلت بسرعه. فحتى لا يتفلت منك ينبغي ان تتبع تقنيه مختلفه للحفظ وانا اقترحت هذه التقنيه واسميتها الحفظ التدبري واعتبرت ان الطرق التقليديه اسميتها الحفظ الميكانيكي مثل اله وتكرر نفس العمل مثل كمبيوتر تضع فيه معلومات وهو لا يفهم اي شيء الحفظ التدبري ايها الاحبه يغير هدفك من حفظ القران الى حفظ مع فهم وتدبر وهدف. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، يعني الهدف هو التدبر. سوره الملك ايها الاحبه انا اخذتها كنموذج كيف يمكن ان نحفظها. الايه الاولى انا قلنا اولا ينبغي ان تستمع مئات المرات لهذه السوره قبل ان تفتح القران. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قلنا هذه ايه ينبغي ان تعزز ثقتك بالله انه بيده كل شيء وقادر ان يشفيك ويرزقك ويفعل كل شيء، يجب ان تقتنع بذلك. لا ان تلجا الى غيره، تترك الله وتلجا الى غيره، عندما تقرا هذه الايه لا تغادرها حتى تطبقها. في حياتك العمليه. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. قلنا ان الموت اهم من الحياه لانه بدايه الحياه الحقيقيه. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير أربع آيات الخامسة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إذا هنا القرآن يدعوك أن تتأمل بالكون تتأمل في هذا الكون يعني غير معقول شخص يحفظ القرآن ولديه شهادات كثيرة وذات مرة يسألني ما الفرق بين القمر والمجرة ما الفرق بين الأرض والمجرة يعني المجرة التي فيها مئة ألف بليون نجم وفيها مليارات الاقمار ومليارات الكواكب شبيهه بالارض وفيها سدم دخانيه وفيها وفي... لم يتخيل عقله، طيب انت حفظت القران والقران يقول لك يدعوك ويتفكرون في خلق السماوات والارض، لماذا لم تتفكر؟ اذا انت تحفظ حفظا لمجرد الحفظ وهذا خطا ايها الاحبه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، انا يجب ان ابحث أين السماء الدنيا؟ طيب أين هذه المصابيح؟ لماذا سميت مصابيح؟ <applause> لماذا لم يقل وزينا السماء الدنيا بالنجوم مع العلم أن النجوم موجودة في اللغة العربية، لماذا استخدم القرآن كلمة مصابيح؟ لأن أول مخلوقات في الكون أيها الأحبة من النجوم خلقت قديمة جدا يسمونها مصابيح كونية فلاش لايت فلاش لايتس فيها شدة إضاءة، هناك نجوم في الكون قديمة جدا كوازرات تدعى، شدة إضاءة النجم الواحد تعدل ملايين الشموس، تصور لو انك جبت بمليون شمس مثل شمسنا وربما مليار، وضعتها كلها في كتلة واحدة، هذا النجم يضيء أكثر منها. لذلك ويضيء الدخان الكوني من حوله. العلماء اضطروا لتسميتها بالمصابيح قالوا هي تعمل مثل مصابيح كاشفه فلاش لايتس تكشف لنا الدخان الكوني والسدم وبقيه الاجرام الكونيه من حولها، لولا هذه المصابيح لا يمكن ان نرى هذه السدم لان السدم الكونيه معتمه الدخان الكوني معتم. طيب انا هنا اقول سبحان الله من اين لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يعلم ان هناك مصابيح في الكون؟ اذا القضيه ليست قضيه حفظ فقط ايها الاحبه انا نقلت دماغي الى مستوى اعلى وارقى بكثير من مجرد الحفظ انني اريد ان افهم هذه الايات ماذا تعني؟ فعندما اقرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، اياك ايها الانسان ان تتبع سبيل الشيطان. هذه آية تنبهني وتقول لي انظر هذا الشيطان الذي يدعوك للربا، يدعوك للنظر الى النساء، يدعوك ان تاكل اموال الناس بالباطل بالباطل يدعوك ان تظلم فلان او او تمارس النميمة على فلان او تؤذي فلان هذا مصيره الى النار. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ما دمت أيها الإنسان استيقنت أن بالفعل هناك مصابيح في الكون ولم يكن أحد يعلمها إلا في القرن الحادي والعشرين تحديدا تعرفوا عليه تعرف عليها العلماء والله أنبأك عنها معنى ذلك أن الله صادق عندما قال لك وجعلناها رجوما للشياطين اي ان هذه الشياطين ترجم بهذه النجوم ولكن ليس النجم كله كما فهم احد الملحدين هناك نيازك تنفصل عن النجوم تكون سرعتها هائله وتكون ملتهبه ومنها نيازك نحاسيه شديده الالتهاب تتوهج بلون اخضر يقذف بها هذا الشيطان ولكن الشيطان غيب العلم لم يكتشف شيء اسمه شيطان او ملائكه او روح او كذا كلها امور غيبيه انت كمؤمن ينبغي ان تؤمن بها وبنفس الوقت تحذر مصير هذا الشيطان <applause> وجعلناها رجما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يجب ان اتوقف عند هذه الايه عذاب جهنم وبئس المصير طيب هل انا القي بنفسي في هذه النار وأترك جنة الله عز وجل ثم أتابع الآية التالية إذا ألقوا فيها سمعوا لها الشهيقة وهي تفور يجب أن أتخيل نفسي هل يعقل أنني ألقى في هذه النار؟ هل يعقل أن أعمالي الفاسدة ستقودني إلى هذا المصير؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظاً إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا شهيق وهي تفور هل سمعتم البراكين التي تنطلق من الجبال كيف تشهق عندما تنطلق هذه الحجارة الملتهبة صوت يشبه الشهيق سبحان الله البراكين عندما تطلق هكذا لها صوت يشبه الشهيق هذا الصوت ستسمعه أنا وأنت في جهنم إلا نؤمن إن لم نؤمن بهذا الخالق العظيم ونخضع له ونبدأ بالإستعداد لذلك اليوم للقاء الله عز وجل جهنم تفور طيب ما الذي يدعوني أن ألقي بنفسي في جهنم إذا هنا أتخيل نفسي فأعود إلى الحق إذا كنت أكلت مال فلان أسرع يا فلان خذ مالك اكلت ربا من فلان خذ مالك اذيت ابي او امي او اخي او ابني او اي انسان اذيته بكلمه احاول ان اعتذر منه اطلب منه الصفح لدي مبلغ من المال اتصدق بجزء منه عسى ان ينفعني يوم لقاء الله فعمليه الحفظ هنا ايها الاحبه لم تنقلب فقط لعمليه حفظ وتدبر وتامل بل انقلبت الى تغيير نفسك تغيير ما في نفسك ستجد ان هذه الطريقه في الحفظ تغير, تغير ما حولك ايضا الله تعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم تغيير النفس ياتي من تدبر القران فابدا على الفور اعدل سلوكي بناء على هذه الايات لانني اخاف ان القى في هذا المصير كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى اذا هناك كلام في الجنه وحوارات عفوا في النار وهناك كلام في الجنه ولكن مع فارق كبير طبعا خزنه النار النار مؤصده مغلقه والخزنه تسالهم كلما القي فيها فوج يعني تخيل نفسك ايها الملحد اذا كنت تسمعني انك تلقى في هذه النار وخزنه النار تقول لك الم ياتكم نذير والنذير هنا ليس فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم او الانبياء اي معلومه تجدها حتى على الانترنت تحذرك من عذاب الله هي نذير لك ستشهد عليك يوم القيامه هذه المعلومه الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا ولكن لا يفيد الندم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، اذا عند هذا الموقف انا ينبغي ان اعيش هذا الموقف. عندما ارى ملحدا اسرع واحاول ان انصحه. انا ما الذي يدعوني لهذا العمل الذي اقوم به الان ايها الاحبه. ما الذي يدعوني ان احاول ان انقذ ما استطيع من الملحدين. لانني علمت هذا المصير الاسود الذي ينتظرهم فاحاول ان اكون سببا في هدايه ولو ولو واحد منهم على الاقل فيكون ذلك خير لي من الدنيا وما فيها. لان الانسان بطبيعته يحب الخير لاخيه الانسان، وهذا الملحد هو اخ لي في الانسانيه كلكم لادم وادم من تراب. فينبغي ان ننصحه اي انسان غافل انصحه، انسان مشكك انصحه. لذلك أيها الأحبة، هنا عندما أتعمق بهذه الآيات وأعيد قراءتها وأرجع وأحفظها وأتلوها في صلاتي يستحيل أن تنساها بعد الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الحفظ وتثبيت الحفظ وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه، إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل معكم هذه الرحلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق